لو كانت لدينا حكومة منتخبة لما كانت هناك ضياع لمئات الكيلومترات من الأراضي المغمورة واليابسة، لما كانت هناك مشكلة إسكان تؤرق 50,000 مواطن والسواحل تعطى للشركات الخاصة، ومن ثم يقولون نبيع هذه المشاريع الإسكانية على المواطنين أو على الحكومة، من شار طالع ياكل نازل ياكل. لو كانت هناك حكومة منتخبة لما كان هناك حاجة للتجنيس، لأنكم ستثقون بالشعب والشعب سيثق فيكم. لما كانت هناك بطالة، الوقت يتداركنا فبستعجل، لما كان هناك شهداء، الدم البحريني غالي، الآهات البحرينية غالية، شهداءنا نفديهم بأرواحنا، فلا تجعلونا نقدم الضحايا تلو الضحايا لننال كرامتنا. يكفي سفكا للدماء، لا نريد دماء بعد اليوم، نريد حكومة منتخبة. أحبائي، أساتذتي، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أنتم شعب عظيم، حقيقة أنتم شعب عظيم، ويتوهم من يغشكم أو يسيركم بغير وعي أو يفرض عليكم أي خيار لا ترتضونه، وهذا عهد بيننا وبينكم، لا خيار إلا خياركم. لا مجاملات بيننا وبينكم، بل مسؤولية شرعية وطنية وأخلاقية، وقراراتنا في الوفاق تنطلق من هذه المبادئ، وليس العاطفة، وليس التهور، وليس الاستسلام. نمحص كل الخيارات ونحلل كل المعطيات، ولا نتحرك إلا في إطار ما يمليه علينا الضمير ورقابة الله، ثم أنتم، والقرار الأخير أكررها لكم. لا يغرينا وثقتي بكل قيادات الوفاق إلا رضا الله وثقتكم واحترامكم، وكل المغريات التي عرضت أو لوح بها لنا كانت ساقطة لدينا، ولم نسمح لأنفسنا مجرد التفكير بها. مع مغريات محبتكم وثقتكم، هذا الذي يغرينا، هذا الذي يغرينا هو محبتكم وثقتكم، وأقل ما يقدم لشعب البحرين الوفي الدم الرخيص من أجلكم. فلا تظنوا في يوم من الأيام أن يستهوينا موقع أو منصب أو أي شيء أو كلمة إطراء، إلا مسؤولية الله وحبكم وثقتكم. وأقولها صادقاً، لم نخاف ولن نخاف إلا من الله ومن ضياع ثقتكم، فلا قوة في الأرض تضغط علينا لنختار لكم ما لا ترضوه لأنفسكم. من هذه المنطلقات ومن رغبتنا الصادقة لانتشال البحرين من مآزقها السياسية والأمنية المتكررة، قررنا للذهاب لما يسمى بالحوار. نعلم وتعلمون أنه غير جاد وغير مثمر، ولكننا أردنا أن يصل صوتكم لكل العالم في الداخل والخارج، للعالم المتحضر. نقول له: هذا شعب البحرين المتحضر السلمي الواعي الذي لن يخدعه أحد، هذا شعب البحرين المظلوم، وهذه السلطة التي تراوغ وتكذب عليكم أن لديها حوار وأن لديها إصلاحات. اكتشفوا أيها العالم الحر أن هذا الحوار ما هو إلا منتدى للحوار. ثقوا أنكم اليوم
أقوى من أي وقت مضى، وأقولها بإخلاص ونعرف وليس تحليل، أقوى على مستوى الحضور السياسي في الداخل والخارج فلا يرهبونكم، وأقوى على مستوى الإقناع الحقوقي، وأقوى على مستوى الإقناع الإعلامي، وأقوى على مستوى الحضور الجماهيري والحراك في الشارع. إصرارنا في إيجاد حوار جدي ومثمر ينتشل البحرين من مآسي المشكلات السياسية مبدأً لا حياد عنه، ولا خيار لنا إلا خياركم وخياراتنا مع ما هو مطروح من منتدى حوار بهذا الشكل وهذه الأجواء مفتوحة تحت محددين رئيسيين: تحقيق مطالبنا الوطنية التي هي مطالبكم بسقوفها التي ترتضونها، والمحدد الثاني: وما لا ترضونه لا نرضاه أبداً، هذا عهد لكم وثقتنا بعهدكم الباقي لنا من أجل بحرين تجمعنا جميعاً نفديها إلى أن نصل إلى البحرين التي تحتضننا كلنا سنة وشيعة وتوفر العيش لنا ولأبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا.